مزيد من القراءة والمتابعة ينضم لنا عبر الهاتف الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية. دكتور أيمن، بعد التحية، يعني مظلة حماية اتخذها أو أعلن عنها السيد الرئيس منذ قليل لتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطنين، كيف ترى هذه الإجراءات الحماية التي تبناها وأعلن عنها السيد الرئيس؟ والله يا فندم، هو يعني الدولة المصرية الحقيقة بتضرب أروع الأمثلة في يعني أولا في تحقيق التنمية وفي دفع عملية التنمية اللي احنا كنا يعني بنفتقدها لسنوات كتير قوي، في الإصلاح الاقتصادي، وفي أيضا إن هي بترفع المعاناة عن محدودي الدخل وعن الفئات اللي هي يعني الطبقة المتوسطة والتحت المتوسطة، لكن ده وفقا لقدرات الدولة المالية وباستخدام موارد مالية حقيقية. يعني احنا لازم نعرف انه هذه الإجراءات الحمائية اللي سيادة الرئيس أعلن عنها لحماية محدودي الدخل ورفع المعاناة عنهم، بالذات في الأزمة الاقتصادية العالمية الموجودة دلوقتي وأزمة التضخم اللي هي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية، هذه الإجراءات ما كانش أبدا ممكن إن هي تتعمل أو نوصل لها بدون الإصلاح الاقتصادي القوي اللي مصر اتخذته من أول 2014، سواء المرحلة الأولى اللي هي كانت من 2014 ل 2019 أو بعد كده المرحلة الثانية اللي هي 2022 لحد دلوقتي. هذا الإصلاح الاقتصادي اللي استهدف أولا خفض عجز الموازنة، يعني العجز في الموازنة العامة للدولة انخفض من 13.1% من الناتج المحلي في 2013 إلى حاليا 6.1% مع تحقيق فائض أولي حوالي 1.5%. الفائض الأولي ده عشان الناس تبقى فاهمة هو الإيراد ناقص المنصرف، لكن دون النظر إلى فوائد الديون، معناها إن الإيراد بتاعي كإيراد حقيقي يبقى أكتر من المنصرف من عندي. ده ما كانش برضه من فراغ، ده كان بأكثر من سبب. أولا استيذاء حقوق الدولة في الضرائب زي ما سيادة الرئيس قال قبل كده، مش هنسكت بقى على الغلط، مش هنسكت على الناس اللي هي ما بتؤديش حق الدولة وبتستمتع بخدماتها. وفي نفس الوقت ترشيد الدعم، ترشيد الدعم مش معناه خفض الدعم، بالعكس ترشيد الدعم معناه ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومن هنا جت فكرة معاش تكافل وكرامة والتحول إلى الدعم النقدي. يعني مثلا معاش تكافل وكرامة في الموازنة العامة للدولة 2023 كان مرصود له 23 مليار جنيه مصري. مثلا الدعم العيني، الدعم العيني ما يزال قائم والدولة رصدت له في موازنة 2023 90 مليار جنيه مصري، من ضمنهم حوالي 49 مليار جنيه لدعم رغيف العيش. يعني مصر هي الدولة الوحيدة مثلا في العالم اللي بتنزل 90 مليار رغيف مدعم سنويا. دعم الوقود بلغ 28 مليار جنيه مصري في الموازنة العامة الجديدة بتاع 2023 مقارنة ب 18 مليار جنيه في الموازنة السابقة، وده نتيجة لارتفاع أسعار الوقود العالمي. احنا بنتكلم في مثلا خام برنت ارتفع من 63 دولار للبرميل في أبريل 2021، النهاردة حوالي من 80 ل 82 بيتراوح في المعدلات دي النهاردة. كل ده ما كانش من الممكن تحقيقه بدون أولا استيداء حقوق الدولة في الضرائب، ثانيا ترشيد الدعم، ولازم برضو نذكر وده شيء مهم جدا، برنامج المشروعات القومية الطموح لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة تبناه واداله دفعة قوية من ساعة ما تولى الحكم. هذا البرنامج في السبع أو ثمان سنوات الماضية أنفق عليه أكثر من 8 تريليون جنيه مصري، و8 تريليون جنيه دول ما كانش طبعا كلهم من الموازنة العامة للدولة، كان في جزء كبير منها استثمارات قطاع خاص، سواء قطاع خاص مصري أو عربي أو أجنبي، و يعني حصيلة بيع الأراضي وحصيلة بيع سواء أبراج مثلا في مكان زي العالمين الجديد أو العاصمة الإدارية الجديدة. برضه عشان نبقى عارفين إنه برنامج المشروعات القومية ده هو الحقيقة اللي شال البلد في فترة من أصعب الفترات، بعد طبعا أحداث 2013 ثم
مرورا بقى لغايه 2019 2020 ازمه الكورونا، وبعدها ازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه. يعني مثلا معدل البطاله في مصر انخفض من حوالي 12.5% في 2016 بلغ النهارده 7.4%، يعني بمعدل خفض 5.1%. ده لو ضربناه في قوة العمل اللي هي تساوي 30 مليون مواطن تقريبا، يعني وفرنا وظائف لواحد ونص مليون مواطن. كل ده بيرفع المعاناة سواء عن المواطن عن محدود الدخل. طبعا مش بنقول ان الدنيا وردية او انه الظروف سهلة، ولكن كل دي مجهودات الدولة بتقوم بيها في اطار يعني رؤية مصر اولا 2030، وفي الاطار اللي بتشتغل بيه الجمهورية الجديدة اللي هي بتسعى لتحقيق التنمية، وفي نفس الوقت بتسعى لمحاولة تخفيف العبء عن محدود الدخل. طيب دكتور أيمن، يعني إلى أي مدى حضرتك ترى هذه القرارات التي كشف عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مرآة عاكسة لثبات الاقتصاد المصري في التعامل مع تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية؟ والله هو احنا لازم نعرف النهاردة احنا في أزمة فعلا اقتصادية على مستوى العالم كله. يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو 2022 بلغ معدل التضخم فيها 9.1%، وده معدل لم تبلغه أمريكا من سنة 82، من أيام عهد الرئيس السابق رونالد ريجن. مثلا الاتحاد الأوروبي بلغ نفس النسبة اللي هي 9.1%، لكن في أغسطس 2022 بعدها بشهرين. والاقتصاد الألماني اللي هو أكبر اقتصاد صناعي إنتاجي في أوروبا بلغ فيه التضخم 8.8%، برغم أن ألمانيا بلد منتجة وبلد مصدرة. ده ليه؟ ده نتيجة لارتفاع أسعار الوقود وارتفاع أسعار الحبوب الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، لأن روسيا من أهم مصدري الطاقة في العالم. هي كانت بتصدر حوالي 40% من الغاز الطبيعي لأوروبا، وحوالي 26% من النفط، وبتتحكم في يمكن أكثر من 16 أو 17% من صادرات الحبوب على مستوى العالم. كذلك أوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب على مستوى العالم. فهذه الأزمة الاقتصادية هي أزمة عالمية، وهي نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، سواء مدخلات الإنتاج دي وقود أو حبوب. النهاردة العالم كله تأثر بيها ومن ضمنها مصر، ولكن الجميل في مصر إنه إحنا لغاية دلوقتي مستمرين في البناء، مستمرين في التشييد، مستمرين في الخطط الطموحة، وفي نفس الوقت إحنا يعني بنحاول بقدر الامكان وقدر ما تسمح به الموارد الحقيقيه للموازنه العامه للدوله رفع المعاناه او محاوله تخفيف المعاناه عن كاهل محدودي الدخل. زي ما قلنا الجانب او الجناح الاخر ده هو استيداء حقوق الدوله في الضرائب مع ترشيد الدعم لضمان انه الدعم اللي بتطلعه الموازنه العامه بيصل الى مستحقيه. والدعم اللي النهارده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادته مع زياده مشروع تكافل وكرامه وزياده الحد الادنى للاجور، كل ده بيذهب الى مستحقيه. فالاقتصاد المصري طول ما احنا بنبني، طول ما احنا مستمرين في البناء، فاحنا ماشيين على الطريق السليم. يكفي انه صندوق النقد الدولي، وهو يعني من اكبر المؤسسات الماليه في العالم، أعطى شهادة ثقة للاقتصاد المصري بالقرض الأخير اللي هو 3 مليار دولار. الناس فاهمة إن القرض ده مجرد فلوس، لا. القرض ده معناه شهادة صلاحية وثقة من صندوق النقد الدولي إنه مصر تقدر تستلف وتقدر إن هي تسدد الأقساط في ميعادها. ده بقى بيؤدي إلى زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، زيادة التدفق للاستثمارات الأجنبية، الاستثمارات العربية، وفي النهاية تحقيق عملية التنمية. طيب دكتور أيمن، السيد الرئيس في كلمته تحدث عن هذه الإجراءات والمظلة الحمائية للمواطن المصري، وأيضا رسم خارطة الطريق لتحرك الدولة على كافة المجالات وكافة الأصعدة للتعامل مع تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، ومنها الإجراءات التي تتبناها الدولة لتوطين الصناعة. يعني هذا المنحى في التعامل مع تبعات هذه الأزمة، إلى أي مدى حضرتك شايفه الخطوات التي يسير بها أو تسير بها الحكومة المصرية في هذا الاتجاه لتوطين الصناعة؟
وكيفية يعني هذا الملف كيف يمكن أن يلقي بظلاله على مزيد من التحسن للاقتصاد المصري؟ والله يا فندم، هو مبادرة سيادة الرئيس مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة ويعني توطين مكونات الصناعة، دي الحقيقة من أهم الحاجات اللي حصلت في الفترة الأخيرة، وهي بتبني على يعني برنامج الإصلاح الاقتصادي وبتبني على النجاحات اللي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي. ليه؟ لأنه النهاردة سيادة الرئيس حدد لنا أن احنا نصل إلى معدل صادرات اللي هو 100 مليار دولار في السنة، ووزارة الصناعة كانت أعلنت أكثر من مرة أنها بتستهدف أن الصادرات الصناعية توصل إلى يعني 30 مليار دولار في السنة. عظيم. النهاردة إحنا الصادرات بتاعتنا النهاردة في 2022 بلغت 43 مليار دولار، ده كان صادرات بترولية منها 18 مليار دولار، وصادرات يعني سلعية حوالي 26 مليار دولار. 26 مليار دولار دول تقريبا القطاع الصناعي فيهم بيمثل حوالي 20 مليار دولار. احنا بنستهدف في الثلاث اربع سنوات القادمة انه نرتفع من ال 20 مليار دولار دول الى 30 مليار دولار، ثم بعد كده مصر تقدر تصل في السنة الواحدة الى 100 مليار دولار تصدير من 43 مليار دولار حاليا. هدف ال 100 مليار دولار تصدير ده مش هدف يعني خيالي، لا ده هدف ممكن تحقيقه مع عملية التنمية اللي بتحصل في مصر، مع الانفاق على البنية الأساسية. زي ما قلت لحضرتك، مصر انفقت 8 تريليون جنيه مصري على البنية الأساسية، الطرق والكباري، الطاقة الكهربية. يكفي أقول لك مثلا أنه الطاقة الكهربائية زادت في مصر الكاباستي أو السعة الإنتاجية من حوالي 31 ألف ميجاوات ساعة في 2013 إلى 59 ألف ميجاوات ساعة حاليا، يعني 28 ألف ميجاوات ساعة، تقريبا الضعف، و 2.8 من عشرة حجم إنتاج السد العالي. عظيم. كل ده بيدي قدرة للاقتصاد المصري على دعم بنية صناعية. يعني مثلا النهاردة مصر أنشأت وبتطور 17 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية، وبتدعم حاليا المصانع الموجودة حاليا، ثم من خلال مبادرة ابدأ، المبادرة الرئاسية لتوطين مكونات الصناعة. لأنه أنا مش عايز لما يعني أرفع الصادرات الصناعية مثلا من 20 مليار إلى 30 مليار دولار في السنة، مش عايز يبقى جزء كبير منها مكون استيرادي، يبقى أنا اللي باخده باليمين بدفعه بالشمال، لا أنا عايز أزود المكون المحلي بحيث يعني يبقى فيه مردود وعائد على الاقتصاد المصري وعائد على ميزان المدفوعات. مبادرة ابدأ الحقيقة هي يعني مبادرة هامة جدا بدأتها رئاسة الجمهورية وأعلنتها، ومن المهم أنها نذكر أنه مثلا مبادرة حياة كريمة لها حصة حاكمة في شركة ابدأ لتنمية المشروعات اللي هي الزراعة التنفيذي لهذه المبادرة. وهذه المبادرة برضو عشان نبقى عارفين هي على ثلاث محاور. المحور الأول هو الشراكة مع الشركات الكبرى في العالم، مع مستثمرين من اليابان، من الصين، تايوان، من جنوب المتوسط، إيطاليا، فرنسا، اليونان، من اجل توطين مكونات الصناعه، ومن اجل ان احنا يبقى عندنا النو هاو، يبقى عندنا القدره الفنيه على انتاج منتج بجوده عاليه ويستطيع ان هو يغزو الاسواق الاجنبيه. ومن هنا بتبقى اهميه المشاركه مع الشركات الاجنبيه. المحور الثاني هو يعني الدعم، تقديم الدعم، سواء الدعم المادي او الدعم الفني للمصانع، لانه هناك حتى يعني مصانع كتير متوقفه مثلا من احداث 2011 ثم احداث 2013، فاصبحت هناك مصانع متوقفه وهناك مصانع بتشتغل باقل من طاقتها. فالدعم ليس فقط دعم فني، لكن ايضا دعم مالي عشان هذه المصانع
تقدر انها تحدث البنيه الاساسيه بتاعتها، تقدر تحدث البنيه الانتاجيه، خطوط الانتاج، وتقدر انها تقوم على رجليها وتصدر. المحور الثالث هو ربط المراكز الصناعيه بالجامعات، سواء جامعات في القاهره او اسكندريه او جامعات الاقاليم، مش بس الجامعات والمراكز البحثيه التابعه للجامعات، لانه احنا لازم نفهم انه احنا عندنا ثروه من الباحثين بالذات في الجامعات الاقليميه، وبالخصوص في كليات الزراعه وكليات العلوم. فحاليا بيتعمل ربط ما بين هذه المراكز وما بين المراكز الصناعيه، كل ده بهدف يعني زياده التصدير الصناعي، لان هو ده مستقبل مصر الحقيقي، لانه مصر في النهايه السكان بتزيد، احنا اصبحنا دلوقتي 104 مليون نسمه، مهما نتوسع زراعيا، طبعا في توسع زراعي في 1.5 مليون فدان، ولكن بنقدر ان احنا نكفي جزء من الاحتياجات بتاعتنا، هنظل نستورد جزء كبير من احتياجاتنا حتى احتياجاتنا الاساسيه. فلازم ميزان المدفوعات بتاعنا عشان نعوض الجانب الاستيرادي ده، لازم يبقى في تركيز على التصدير، ويبقى في تركيز على التصدير اللي هو اللي فيه قيمه مضافه عاليه، بحيث توفر حصيله دولاريه نستطيع اولا استيراد الاساسيات، ثم استيراد مستلزمات التنميه من الات ومعدات، من اجهزه عاليه التقنيه، و صحيح يا دكتور، من كل ما نحتاجه يعني. أشكرك دكتور أيمن غنيم، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية.